الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بعض المحلات التجارية يضعون بطاقات للعميل، وعند الشراء تحسب لك النقاط على هذه البطاقة على حساب مشترياتك، ومن ثم هذه النقاط تستبدل بأغراض من عندهم، أو حتى يكون لك تخفيض في بعض المشتريات الأخرى، وتكون هناك عروض خاصة للمشتري بهذه البطاقة، فما حكمها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، فيجوز للإنسان أن يدخل في مثل في هذه المعاملات والبيوعات إذا لم يدل الدليل على تحريم شيء منها، فهذا أصل لا بد من حفظه وفهمه، وهو أن كل معاملة أخرجها الله عز وجل لعباده فإنها على أصل الحل والإباحة، إلا إذا كان هناك مقتضى من مقتضيات تحريم هذه المعاملة بعينها، فتخرج هذه المعاملة بعينها عن أصل الحل إلى الحرمة، ويبقى ما عداها من المعاملات جار على حكم الأصل وهو الحل والإباحة. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع، فقوله البيع اسم جنس دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فتفيده العموم، فجميع ما يسمى بيعا أو معاملة أو تجارة فإن الأصل فيه الحل والإباحة. فإذا كانت هناك شركة من شركات التغذية أو غيرها من المحلات التجارية توزع بطاقات على حسب مشترياتك منها، فإذا اشتريت منها بمقدار معين أعطوك هذه البطاقة التي تحسب لك نقاطا معينة، فإذا وصلت إلى عدد من النقاط أعطوك بدلها شيئا من السلع عندهم، فلا أرى في ذلك أي نوع من أنواع الحرج، وليس هناك مقتض من مقتضيات التحريم، لأن هذه النقاط معلومة وتلك السلع معلومة، وقد بذلها صاحبها من باب التشجيع على شراء من باب التشجيع لشراء سلعته والتعامل معه، فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولا أرى فيها ما يوجب تحريمها أو الوقوف في وجهها. فمثل هذه البطاقات التي تحسب جملا من النقاط، فإذا وصلتها أخذت من نفس المكان ثيابا أو غذاء أو نوعا من أنواع السلع، هذه لا بأس بها إن شاء الله، والله أعلم.